أهلا بكم. يشكل حلول الذكرى المئوية الأولى لقيام الدولة العراقية الحديثة فرصة سانحة لاستعادة الماضي الذي تأسست فيه هذه الدولة وجملة التحولات والعواصف السياسية والاجتماعية التي عرفها العراق الحديث. ارتبطت هذه الذكرى بتاريخ تنصيب فيصل الأول ملكا على العراق، وعد هذا التنصيب بمثابة البداية الرسمية لهذه الدولة الفتية التي توالى على حكمها عدة أنظمة سياسية مختلفة. كانت ثورة 20 التي اعتبرت تحولا مفصليا في تاريخ العراق الحديث واحدة من أبرز الأسباب التي أجبرت الاحتلال البريطاني على الرضوخ للإرادة الشعبية لاستقلال العراق عن الانتداب البريطاني أو الاستعمار البريطاني. نجحت الدولة العراقية الحديثة في أن تكون واحدة من أهم دول المنطقة، بل في مقدمتها في كل المجالات، حتى وقوعها في قبضة الغزو الأمريكي عام 2003، فدشنت مرحلة تفكيك الدولة والمجتمع عبر تفشي الفساد الحكومي وإثارة النزعات الطائفية والعرقية وتحطيم ركائز هذه الدولة. الدولة العراقية الحديثة في مئويتها الأولى هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا العراق الحديث هو دولة اصطنعها الاحتلال البريطاني لمصالحه الاستعمارية الخاصة في المنطقة وليس رضوخا للإرادة الشعبية العراقية بهذا الاتجاه؟ وهل أزمة العراق هي أزمة مشروع وطني فشل في بناء هوية وطنية جامعة وإنهاء دوامة إنتاج الأزمات المتتالية وصراع الهويات الفرعية القاتلة؟ ولماذا نجحت الطبقة السياسية في العام 1921 في بناء العراق الحديث بينما فشلت الطبقة السياسية الحالية، بل حطمت الدولة بعد العام 2003؟ ولماذا غلبت سمة الصراعات والاضطرابات على الدولة العراقية الحديثة منذ ولادتها رغم ريادتها في مجالات عدة في مراحل التأسيس الأولى؟ وهل فعلا فقدان الثقة بين النظم السياسية التي حكمت وتوالت على حكم العراق وبين المجتمع العراقي هو ما حال دون بناء دولة عراقية راسخة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، محمد مظفر الأدهمي، ثامر العلواني. قرن مضى على إعلان تأسيس الدولة العراقية بشكلها الحديث، ومرت بمراحل مفصلية حتى أصبحت دولة محورية في الشرق الأوسط ورقما صعبا في المعادلة الإقليمية. ولم تكن ولادة الدولة العراقية سهلة المخاض، إذ عاندتها ظروف داخلية وخارجية قاسية، لكن الحس الوطني عند النخب العراقية تمكنت من بناء جسمها السياسي وترسيخ وجودها على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي. محطات مشرقة وأخرى مظلمة مرت على العراق، حاله كحال الدول الأخرى بتأثير هيمنة الاحتلال البريطاني الذي لقي مقارعة سياسية وعسكرية قوية أعطت البلاد استقلالها لتبدأ رحلة التحولات السياسية على مدى عدة عقود. ثمانون عاماً من عمر العراق بإرثه الحضاري وأرشيفه التاريخي الكبير بدت وكأنها تتلاشى مع أسوأ احتلال واجهه العراق في عمره الحديث، ممثلاً بالغزو الأمريكي وتداعياته من الهيمنة الإيرانية وتشكيل العملية السياسية الفاسدة. الدولة التي امتدت لهذه السنين الطويلة كانت 20 سنة كفيلة بهدمها. تمزق اجتماعي وانهيار مؤسسات الدولة وترد اقتصادي وتشظي المؤسسة العسكرية ليصبح العراق وبعظمته مهددا بالزوال والخروج من بوابة الحاضر إلى مستقبل مرعب لجميع أبناء العراق. العراق الذي تأسس في ظل وجود الاحتلال بدأ ينهار في ظل وجود الاحتلال الجديد، وذلك لأن الاحتلال البريطاني الأول جوبها بقوة وطنية تسيدت الموقف، ورغم أخطائها أبقت الانتماء الوطني الأساس الجامع لها، بينما العملية السياسية التي نشأت بعد الاحتلال الأمريكي كانت معول الاحتلال لهدم الدولة، بل فاقت قوى الاحتلال في تمزيق العراق وضرب مؤسساته ومحو تاريخه ومحاربة حاضره وقمع كل حراك يريد إنقاذ العراق من الهاوية. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار،
والتي ستبحث في المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية وما انتهت إليه هذه الدولة بعد العام 2003. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور محمد مظفر الأدهمي الأكاديمي والمؤرخ العراقي، وأيضا من عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع ضيفنا من عمان الدكتور محمد مظفر الأدهمي. دكتور، حلت هذه السنة المئوية الأولى على تأسيس الدولة العراقية الحديثة التي تأسست في العام 1921 وعد تنصيب الملك فيصل الأول ملك العراق، هو طبعا البداية الرسمية لهذه الدولة. هناك من يتحدث أن هذه الدولة التي أسست في العام 21 كانت لضرورة أو اصطنعها الاحتلال البريطاني آنذاك لمصلحة استعمارية خاصة ببريطانيا العظمى آنذاك، وليس لإرادة شعبية عراقية كما يكتب في التاريخ. دقة مثل هذه المقاربة. نعم، العراق ليس بلاد المحتلة، فإذا أخذنا الجغرافية نلاحظ أنه وجوده الطبيعية أجروس تفصله عن جبال طوروس عن بلاد الأناضول اللي أطلق عليه الغربيون أي بلاد وادي. دكتور محمد، دكتور اسمح لي، هناك مشكلة تقنية في الصوت، الصوت لا يصلنا بشكل جيد الحقيقة من يم جنابك الكريم، فحتى يضبطونا يا الشباب نسأل دكتور رافع أيضا، هو يعني أكاديمي وأستاذ في التاريخ. دكتور، فعلا لمصلحة بريطانية لا علاقة لها بالضغوط الشعبية العراقية، الإرادة الشعبية، الرغبة، ثورة العشرين، هناك من يتحدث كانت واحدة من أقوى الأسباب التي أجبرت البريطانيين على تأسيس دولة عراقية وحكومة عراقية في ذلك الوقت، فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يعني ربما كثير من المغرضين، كثير من المزورين حاولوا تثبيت هذه الكذبة الكبيرة أن العراق وربما على رأسهم بريطانيا فيما بعد 2003 والأمريكان ومن يحكمون العراق اليوم، أن العراق مجرد بلد أقيم في عام 1921 وهو مجرد لصق وقص ولصق، ويعني مثل ما تقول لسكارت ممثلة الأمين العام المتحدة في العراق، تقول عندما تتحدث عن العراقيين تقول الشعوب العراقية، كأنها تتحدث عن شعوب كثيرة، ولا تستطيع أن تقول مثلا عن الشعب الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية الشعوب الأمريكية، لا تستطيع أن تقول عن كندا مثلا الشعوب الكندية، لا تستطيع أن تقول عن مثلا ماليزيا الشعوب الماليزية، وهكذا كثير من الدول، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مهاجرين فيها من كل الأديان وفيها من كل اللغات وفيها من كل، وهكذا بالنسبة لكندا وغيرها وكثير من الدول، لكن لا تتحدث. هم يريدون أن يرسخوا هذه الفكرة. العراق لم يمضي عليه 100 سنة مثل ما نتحدث اليوم، العراق عمقه ووجوده 12,000 سنة زائداً 100 سنة، هذه بالتاريخ الحديث بعد تأسيسه. وهذه الإدارات هم يتحدثون عن ولايات، كان العراق مجرد ولايات ولسقت، هذه الولايات كانت ولايات إدارية، البصرة وبغداد والموصل نينوى ولايات إدارية، وإذا ما كان في عام طبعا الاحتلال البريطاني عندما دخلوا في بغداد عام 1917 في 11 آذار 1917، وبعدها هذا الاحتلال البريطاني للعراق لم ينتهي في يعني عام 1917، لكن استمر، وفي عام 1918 توقف المد البريطاني عند حدود الموصل وصارت قضية الموصل، وتمت المفاوضات عليها وتم الابتزاز، وتم ابتزاز حتى الملك فيصل الأول بعدما عين ملكا أنه إذا لم تقبل بمعاهدة انتداب بريطانية طويلة الأمد ستذهب الموصل إلى فرنسا مثلا بعد تقسيمات سايكس بيكو، لكن هي فعليا الموصل عراقية، والعراق بحدوده كان عراقا موجودا، يعني سواء
بدولة بابل القديمة، بالغساسنة، بالمناذرة، بصدر الإسلام. هو هذا العراق بتسمياته، وربما الدكتور الأدهمي كان يتحدث ربما عن خارطته. نعم. بدأ من جبال من الجبال ويتحدث عن هذه، وسيحدثكم أكيد بالتأكيد عن خارطته الجغرافية بهذا الشكل. فالعراق هذا تصميمه هذا شكله، أما الإنجليز جاءوا به وفعلوه دولة، هذه كذبة كبيرة. العراق موجود وسكانه موجودين وأهله موجودين، لكن الحديث عن شعوب كثيرة، والعراق كله 95% منه عرب، الباقي يعني يتكلمون لغات أخرى، يدينون بقوميات أخرى، هذا لا يعني شيئا. العراق منذ قديم الزمان به ناس مثل ما كل دول الدنيا. هذه إيران اللي قريبة من عندنا 70 ملة بها، وكثير هذه الهند بها 700 لغة. نعم. و700 ديانة، لكن لما حد يتحدث عن وكأنه حالة غريبة ونادرة وتأسيس مثل ما يقولون باللسق والقص وسوته بريطانيا، ولذلك الأمريكان الآن يلوموهم لماذا فعلتم العراق، هذه كذبة كبيرة الحقيقة، ومحاولة لتشويه التاريخ، لتشويه صورة العراق وحقيقة العراق. العراق منذ الأزل موجود ومنذ ألاف السنين، وهذه 100 سنة تضاف إلى 12,000 سنة في عمق التاريخ والحضارة، وليست بريطانيا من أقامت العراق. نعم، بريطانيا احتلت العراق في بداية القرن في بداية القرن العشرين. نعم، احتلت العراق، وكان العراق ضعيفا، مثل ما تحتل بريطانيا كانت تحتل دول كثيرة، واحتلت العراق، كانت تحتل مصر وتحتل غيرها، وفرنسا تحتل لبنان والمغرب العربي، وإيطاليا تحتل ليبيا. يعني هذا الاستعمار هذا ديدنه. نعم. وكانوا يحتلون دول كثيرة، ومن ضمنها احتلوا العراق، وكانت الحرب العالمية الأولى على الأبواب، ودخلوا بالحرب العالمية، والعراق صار جزء من التاج البريطاني هكذا. نعم، لكن العراق هل أسسته بريطانيا؟ لم تؤسسه بريطانيا. العراق بجغرافيته، بوجوده، بأهله، العراق قائم منذ الأزل ومنذ بابل وقبل. نعم. ذلك هذا العراق الحقيقة. لذلك هذه كذبة كبيرة ولا يمكن قبولها ولا يمكن الحديث عنها بهذه الطريقة. نعم، أشكرك. سنتحدث أيضا عن شبهات تثار أيضا فيما يتعلق بتاريخ العراق الحديث. يبدو أن الدكتور الأدهمي لحد الآن مشكلة الصوت معاه لم تعالج. نتوجه إلى ضيفنا دكتور ثامر العلواني. دكتور، مرحبا بك معنا. إياكم الله خير. دكتور، ونحن نتحدث يعني على هامش المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية، وهناك من يتحدث عن مشاكل رافقت تأسيس هذه الدولة العراقية، وأن هناك مشكلة كبيرة كانت في العراق، وهي أن العراق الحديث لم يستطع أن يبلور مشروع وطني، لذلك كان هناك فشل في بناء هوية وطنية جامعة، واستمرت دوامة إنتاج الأزمات المتتالية وبروز الهويات الفرعية وصراعها مع كل هزة تتعرض لها الدولة العراقية. فعلا هذه كانت مشكلة كبيرة موجودة في العراق الحديث. أولا تحية لضيفيك الكريمين دكتور رافع والدكتور محمد مظفر الأدهمي. أهلا وسهلا. حقيقة المشاكل التي كانت قبل أو منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة قبل 2003، فأكيد كل مرحلة لها أسبابها وأمور خاصة بها، وهي مراحل متعددة تحتاج إلى وقت من أجل دراستها والحديث عنها، ولا أظن الوقت يسمح كثيرا لذلك. نعم. ولكن في المجمل لم تكن المشكلة الأساسية في بناء الدولة الحديثة هي مسألة الهويات أو الهويات الفرعية، لأنه لدينا مثل واضح أنه بعد سقوط الدولة العثمانية واحتلال بريطانيا للعراق، كان الجميع أثبت بعد احتلال بريطانيا للعراق، أثبتت ثورة العشرين أنه لا توجد مشكلة في مسألة الهوية العراقية أو الهوية الوطنية العراقية، لأن ثورة العشرين شارك فيها الجميع من الشيعة ومن السنة ومن الأكراد ومن غيرهم من الأقليات الأخرى. هذا يدل على أنه لا توجد مشكلة في بناء الدولة الحديثة العراقية فيما يتعلق بأنها كانت مشكلة الهويات، ولم تكن القضية في أنها مشكلة خاصة بأنه المشروع الوطني هو الذي كان ينقصها، وإنما نحن نتكلم عن دولة حديثة، يعني أنها حديثة الولادة،
نتكلم عن سقوط الدولة العثمانية ثم احتلال بريطاني، ثم بعد ذلك أجبرت ثورة العشرين على إجبار الاحتلال البريطاني على تكوين دولة عراقية حديثة، ثم ذلك بعد ذلك أتى الملك فيصل ليكون حاكما على العراق، ثم بعد ذلك بدأت هذه الشخصيات ببناء الدولة ومؤسسات الدولة العراقية، ونجحت نوعا ما في ذلك، لأن كانت حتى مع أنه يعني لا شك أنه كان هناك بريطانيا كانت مستفيدة نوعا ما من مجيء الملك فيصل، ولكن لا ننسى أن هذه ثورة العشرين كانت هي السبب الأساسي والرئيسي في فرض دولة تكون من الوطنيين العراقيين، لأن تخرج مبدئيا من الإطار الأول أو الاحتلال الأول أو الاحتلال المباشر البريطاني. ثم بعد ذلك تكونت مؤسسات الدولة العراقية، تكونت الوزارات، ثم بعد كان طموح هؤلاء الشخصيات التي تزعمت العراق كان فيها شيء كبير من الجهد في استقلال العراق عن الاحتلال البريطاني، ونجحوا نوعا ما في ذلك، استطاعوا أن يخرجوا حتى وإن كان بشكل جزئي من الاحتلال البريطاني. فأننا نلقي التهمة على أنهم كانوا يدعون إلى هوية طائفية معينة، هذا لم يكن حقيقيا ولم يكن واقعيا، والدليل أنه حتى الملك فيصل حظي بتأييد شعبي كبير آنذاك. نعم دكتور محمد الظفر أدهمي معنا. دكتور محمد أهلا وسهلا بك مرة ثانية. نعم شكرا. دكتور كنا نتحدث عن البعد التاريخي أو البدايات لتأسيس الدولة العراقية الحديثة قبل أن تحدث المشكلة، مشكلة الاتصال مع جنابك الكريم، تفضل كمل نسمعك. أنا أريد يعني أن أقول أن الواقع الجغرافي للعراق هو مسألة مهمة لكي تبنى عليها قضية وجود العراق كدولة ووجود العراق ككيان. نعم. يعني العراق بشكل طبيعي تفصله عن هضبة إيران جبال زاجروس، وتفصله عن بلاد الأناضول جبال طوروس، والذي أطلق عليه الأوروبيون ميسوبوتاميا أي بلاد وادي الرافدين، وليس بلاد يعني خطأ يشاع أن خطأ بلاد ما بين النهرين، هو وادي الرافدين ككتلة جغرافية مجاورة لبلاد الشام، للجزيرة العربية، للخليج العربي، فكل الحضارات اللي قامت في العراق هي امتدت من جبال طوروس إلى الخليج العربي، وكانت الكتابة المسمارية موحدة لهذه الحضارات. وحتى عندما في فترة الحكم العباسي عندما شيدت بغداد درس وضع العراق لكي توضع بغداد أو تنشأ بغداد عام 145 هجرية في هذا المكان، المدينة المدورة في وقتها، لكي تكون مركزا للعراق. العراق هو العراق منذ آلاف السنين، وحتى في أيام الدولة العثمانية عندما قسم إداريا هو كأنه هو العراق قسم إداريا، وعندما احتله البريطانيون بدأوا بالفاو عام 1914 وانتهوا بالموصل عام 1918 وقالوا هذا هو العراق. فعندما قامت ثورة العشرين كما ذكر الزميل امتدت من الشمال إلى الجنوب، فالعراق هو كيان واحد. ولذلك عندما بدأ التفكير بإيجاد كيان العراق لم يكن هذا الكيان مصطنعا، هو كيان قائم بذاته طبيعي، بلاد وادي الرافدين بحدودها الطبيعية وامتداداتها الصحراوية مع بلاد الشام مع الجزيرة العربية. فالذي أود قوله أن كل كتب التراث والتاريخ وكتب التاريخ القديم أيضا عندما تتحدث عن العراق تتحدث عن هذا العراق بوضعه الجغرافي الحالي الذي نعرفه. أما أن تتكون دول سياسية مرة في زمن الآشوريين، مرة في زمن البابليين، مرة في العهد الإسلامي، ثم في العصر الحديث،
فهذه مسألة طبيعية للمتغيرات السياسية والواقع السياسي الذي كانت تعيشه المنطقة ككل. حتى إذا تحدثنا عن الحدود المصطنعة بين العراق وبلاد الشام والجزيرة العربية، فهي أصلاً الحدود الإدارية التي كانت موجودة أيام الدولة العثمانية. العراق أيام الدولة العثمانية بالمناسبة قبل مدحت باشا كان ولاية واحدة، وعندما جاء مدحت باشا والي على بغداد عام 1869 ميلادية، بقى 3 سنين إلى 72، قسمه إلى 3 ولايات وبنى الرمادي والناصرية من أجل استقرار العشائر، وقسمه 3 ولايات لتسهيل إدارته، قسمه إداريا. وعندما جاء البريطانيون كمحتلين احتلوا هذه الولايات الثلاثة اللي هي العراق، فمن يدعي أن العراق لم يكن عراقا هذا غير صحيح. حتى القضية الكردية عندما أسست الدولة العراقية حسب حساب الكرد، كانوا يتصورون الكرد أن بإمكانهم أن يقيموا دولة في تركيا وفق معاهدة السيفر، لكن هذه المعاهدة ألغيت عام 1923 بمؤتمر لوزان وانتهى كل شيء، وأصبحت هذه المنطقة جزءا من العراق من الناحية السياسية لأنه الحدود الطبيعية هي هذه. ولذلك حلت مشكلة الموصل عام 1926 على هذا الأساس. فالعراق هو هذا العراق، ولا يجوز. أنا سمعت البعض يتحدث أنه لا يوجد عراق، العراق هو كذا، هو مجزأ، هو كذا. هذا التاريخ بعمقه يشهد أن العراق هو كيان قائم بذاته، وإن تغيرت الكيانات السياسية فيه، وإن تعددت الحضارات فيه، وإن تعاقبت عليه. تدري العراق أيضا واجه أزمات كبيرة بسبب موقعه هذا. هل تعلم أنه منذ سقوط بغداد أيام العباسيين عام 1258 ميلادية 656 هجرية إلى قيام الدولة العراقية 6.5 قرون موجود احتلال أجنبي؟ هو تحت الاحتلال، وكل الهجمات تأتي أكثر شيء من الشرق، من إيران إلى هذه المنطقة. عانى العراق معانا، ولكنه ولماذا؟ لأنه استهدف من قبل هذه الأقوام ككيان قائم بذاته في بلاد الرافدين، إلى أن جاء الاحتلال البريطاني، إلى أن قامت الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الأولى. أشكرك دكتور. نتوقف عند هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام بعد الاستئذان من الضيوف الكرام جميعا، ثم نعاود النقاش في هذه الحلقة التي تبحث في مئوية العراق الأولى، 100 سنة على تأسيس العراق الحديث. بعد الفاصل نعود، فابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية الحديثة. ضيوف الحلقة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور محمد مظفر الأدهمي والدكتور ثامر العلواني. دكتور رافع، في العراق عام 21 أيضا كان تحت أو في قبضة الاحتلال البريطاني قبل أن على الأقل هناك استقلال شكلي، انضم إلى عصبة الأمم عام 32، لكن الطبقة السياسية آنذاك استطاعت أن تبني دولة يشار لها بالبنان، متقدمة في كل المجالات، بلغت الذروة، كانت الحقيقة شامة بين دول المنطقة. عكس العراق الجديد
الذي صمم نظامه السياسي الأمريكيون لاحتلال بريطانيا بعد عام 2003، تحطيم في كل المجالات حتى تحولت هذه الدولة اللي عمرها 80 سنة من البناء المتراكم إلى ركام متراكم. لماذا هناك نجحوا وهنا فشلوا في بناء الدولة؟ أستاذ ماجد، عندما يعني تقرأ الآن بكل تجرد المئة سنة هذه، يعني 82 سنة قبل 2003 وال 18 سنة اللي بعد 2003 بعد الاحتلال الأمريكي، نعم، ستجد ميزتي الرئيسيتين في حكام الفترتين، فترة من عام 1921 إلى 2003 ومن 2003 لحد هذا اليوم. الميزتين الأساسية أنه منذ عام 1921 لغاية 2003 كانت الطبقات الحاكمة ملكية جمهورية بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر عن كل شيء، كانت تسعى إلى بناء دولة. هناك مسعى، هناك هموم، هناك تصميم، هناك إرادة على بناء الدولة منذ أول يوم، منذ تأسيس هذه الدولة عام 1921 وتتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق في 23 آب أغسطس عام 1921، بدأت هذه الحركة، هذه العجلة تدور لبناء دولة، لبناء دولة. وكان الصفة الأساسية، الميزة الأساسية لكل حكام هذه الفترة منذ عام 1921 لغاية 2003 هي النزاهة. يعني لم يثبت منذ عام 1921 لغاية 2003 أن هناك حاكماً كان غير نزيهاً، كان مو نظيف اليد في التعامل المالي مع ثروات البلاد. يعني أقرأ قبل أيام مثلاً، على ذكر النزاهة، أقرأ قبل أيام يعني عريضة للملك فيصل الثاني رحمه الله، نعم، يطلب فيها من وزير الأوقاف تسليفه 500 دينار عراقي لإعادة بناء بيته وترميم بيته، ويكتب في أسفلها فيصل الثاني كذا اسمه، والمهم صفته ملك العراق. لاحظ الناس كيف تتصرف بالأموال وكيف ترى، ويرجوه لوزير الأوقاف أن يصرف له هذه السلفة. وكل من حكم العراق كلهم كانت يدهم نظيفة بغض النظر عن رأينا في سياسته بتوجهات، لكن كانت يد نظيفة. منذ عام 2003 لحد الآن الصفة الأساسية، ميزتي الرئيسية، أنه كل السلطة الحاكمة للعراق فيها سعت لبناء سلطة ولم تسعى لبناء دولة. هؤلاء سعوا لبناء السلطة، صناعة سلطة حاكمة فقط، سلطتهم فقط، لم يهتموا لبناء الدولة، بالعكس سعوا إلى تدمير الدولة وكل بناها التحتية دمروها. دكتور، هناك تناقض بين بناء السلطة وبين بناء الدولة. أنت تعرف هناك أنظمة دكتاتورية شمولية، لكن الحقيقة هي تحكم الحقيقة دول راسخة متقدمة. حتى في العراق قبل 2003 هذه الأنظمة التي حكمت ليست أنظمة دكتاتورية، أنظمة ربما معدودة على الأنظمة الديمقراطية، على أنظمة شمولية دكتاتورية استبدادية، لكن كان هناك دولة، بناء عظيم للدولة. أنا هذا اللي أتكلم عنه بغض النظر عن دكتاتورية أو ديمقراطية. يعني أشغلهم عن بناء الدولة أنهم لأنه مشغولين ببناء السلطة؟ هذا سنتحدث عنه. يعني بغض النظر أن يكون النظام دكتاتوري نظام ديمقراطي، لكن كان هناك بناء لمؤسسات، لبنى تحتية لبناء دولة، نعم، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال البناء، في مجال الإسكان، في بناء الريل، في كل اتجاهات الزراعة، الصناعة، الإنسان، المدارس، التربية، كل هذا، الجامعات، هذه كلها أسست ب 82 سنة. بعد ال 82 سنة، 18 سنة، كل ما تم تأسيسه دمر. فهم جاءوا لبناء سلطة ولم يأتوا لبناء دولة، بالعكس دمروا ما كان مبنيا من الدولة، وهذا بني بناء تراكمي مثل ما حضرتك أشرت. والميزة الأخرى التي ميزتهم وميزت السابقين عنهم أنهم غير نزيهين، سراق، حرامية، دفعوا العراق إلى الفساد، دفعوا العراق لأن يكون واحد من أعلى دول الفساد في العالم، يعني احتل المرتبة الأولى بالفساد عالميا أكثر من سنة، وما زالت، والآن هو من ضمن الدول العشرين الأكثر فسادا في العالم. هذه الصفتين تجعل المقارنة، يعني الذين يتحدثون أنه ما الفرق بين أن العراق
بدأ الحديث بدأ باحتلال بريطاني، والآن بدأ بعد 2003 باحتلال أمريكي وسلطة هنا. لا تختلف، هناك الأحزاب والقوى والشخصيات كانت وطنية، كانت مخلصة للبلد، كانت تسعى. ملك فيصل الأول حتى وإن لم يكن عراقيا لكنه أحب العراق وأخلص للعراق مثل أي عراقي. عندما فاوضوه البريطانيين كثيرا على 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 معاهدة الانتداب من العام 22 إلى عام 25 وب 26 يلا وقرت من قبل، وهو رفضها أيضا، رفضها رغم إقرارها من البرلمان، رفضها الملك فيصل الأول. سنوات كثيرة يضغطون عليه ووصلوا إلى الحد اللي قالوا أن الموصل ستذهب من العراق إن لم يوافق على الانتداب، فوافق عليها مجبرا. لاحظ، وكان يقف مع القوى الشعبية والقوى المناوئة للبريطانيين. فكل القوى والأحزاب والقوى والشخصيات كانت تسعى لبناء دولة، لبناء عراق وطني، وأسس الجيش العراقي على أسس وطنية وأسس مهنية وأسس بها رؤية، رؤية واضحة وعقيدة واضحة. بعد 2003 كل ما تم تأسيسه وتأسيس مجرد عصابات، مجرد سلطة وقوى تحمي هذه السلطة، كان مبني على الفساد والخراب والإرادات الخارجية. هذا الفرق الكبير، الفرق بالتكوين، بالرؤية، بالمعنى، بالانتباه، بالمعاني والأهداف. هذه هي الحقيقة. نعم، أشكرك دكتور. دكتور ثامر العلواني، هذا التاريخ الطويل من العراق الحقيقة كان السمة غالبة عليه، تاريخ العراق الحديث، الصراعات، الانقلابات، المواجهات، الاضطرابات الحقيقة السياسية، رغم أن الدولة الحقيقة في كانت رائدة في بناء دولة حقيقية بكل المجالات، تحدث عن جزء منها دكتور رافع الفلاحي الآن. لماذا كانت هذه الصراعات، هي الصراعات السياسية طبعا هي السمة الغالبة على هذه الدولة منذ يعني منذ 21 وإلى اليوم الحقيقة، حتى بعد العام 2003 في ظل النظام الديمقراطي؟ طبعا لا شك أخي الكريم أنك عندما تريد أن تؤسس دولة وليست لديك الصلاحيات المطلقة والكاملة لبناء مؤسسات هذه الدولة، فستجد صعوبات كبيرة وكبيرة جدا أمام تحقيق الأهداف. وهذا ينطبق على الدولة العراقية الحديثة، ولكن هناك فرق عندما نتكلم عن بداية تأسيس الدولة أو فيما بعد 2003، لأن بناء الدولة الحديثة التي شهدت صراعات لأنها ولادة جديدة، فكان الاحتلال نوعا ما له أيادي خفية أو ظاهرة في ذلك الوقت، له يد في هذه الصراعات، وكانت نشوء الدولة حديثة ولم تحصل على الاستقلال الكامل في بداية نشأتها، ولذلك حصلت بعض الاضطرابات من ملكية إلى جمهورية، ثم بعد ذلك حكومات أو نظام أنظمة متعددة، لم تكن ربما هناك الإمكانية أو الفكر الكامل عند من يهدمون نظام ثم يأتون بنظام جديد. فهذه المرحلة التي في بداية نشوء الدولة العراقية ثم بعدها الجمهورية، ربما يعني الكلام عليها يطول ويحتاج إلى تفصيلات كثيرة، ولكن إذا جئنا بعد 2003، إذا تكلمنا عن هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الاحتلال، فإن المشكلة الأساسية في العراق هي الاحتلال، وأيضا ما خلفه من مشاريع مستمرة لم تتوقف، بسبب أن المرتزقة من الساسة والأحزاب التي هي تسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصية والحزبية بدوافع طائفية على مصلحة العراق والشعب العراقي. إذن المشكلة الأساسية أننا نتكلم عن أحزاب وشخصيات ساهمت وتعاونت مع الاحتلال بقوة لاحتلال العراق، فهؤلاء أتى بهم الاحتلال ما بعد 2003، وهؤلاء يختلفون عن بداية تأسيس الدولة العراقية. أولئك لم يأتوا مع الاحتلال البريطاني ويسقطوا الدولة العراقية، يتعاونوا مع إسقاط الدولة العثمانية ويتعاونوا من أجل احتلال بريطانيا للعراق. لا، هؤلاء ما بعد 2003 يختلفون تماماً عن 1920 أو 21 بناء الدولة العراقية، لأن هؤلاء أتى بهم الاحتلال وتعاونوا على احتلال العراق، وسلمهم الاحتلال الأمريكي مقاليد السلطة في العراق والتحكم بثرواته. فهؤلاء عامل رئيسي في سبب المشكلة، هؤلاء هم جزء من المشكلة
ولا يمكن لهذه الأحزاب وهذه الشخصيات أن تكون جزء من الحل في العراق. هذه النقطة الجوهرية، لابد أن تكون ثقافة بين أفراد المجتمع العراقي أن المتسلطين هم شاركوا في احتلال العراق وشاركوا في غزو العراق، وهم مستمرون في نهب ثروات البلاد وخيرات البلاد، وهم يسيرون باستمرار بإفشال مؤسسات الدولة العراقية. هم جاءوا وكانت هناك مؤسسات وكانت هناك دولة، ولكن حرصوا على هدمها جميعا، ولذلك لا يمكن أن تجد مؤسسة صالحة بعد مرور 18 سنة من تسلمهم حكم. لم يستطيعوا أن يحافظوا على مستوى التعليم أو مستوى الصحة أو الأمن في العراق، ولكنهم استطاعوا أن ينهبوا ثروات العراق وأن يرسخوا وجود المحتل الأمريكي والإيراني في العراق. استطاعوا أن يخلقوا أزمة الهوية، أزمة هوية العراق، هذه لم تكن قبل 2003 موجودة، وإنما صنعها الاحتلال ورسخها بدستور طائفي وعرقي وعملية سياسية لا يمكن أن تستمر إلا من خلال إثارة النعرات الطائفية. أشكرك دكتور محمد. محمد مظفر الأدهمي، أيضا في إطار الشبه التي تثار حول مسألة تأسيس الدولة العراقية الحديثة، هناك من يقول أن هذا العراق الحديث الحقيقة ضم قسريا تكتلات بشرية غير منسجمة ولا متفقة مع بعضها البعض، وليس بينها أي رابط وطني، وليس لها هوية وطنية جامعة، وهذا كان واحدا من أقوى الأسباب في تفجر هذا الصراع واستمراره سياسيا واجتماعيا منذ 100 عام. حقيقي؟ لا طبعا. نعم. أولا العراق، الشعب العراقي 85% عرب. نعم. 95% مسلمين. نعم. أين هو الصراع؟ هذه الفرية أنا أتذكرها جيدا. نعم. عندما كنت أدرس في إنجلترا. نعم. في السبعينات. كانت مؤسسة وما زالت موجودة اسمها تشاثم هاوس، تتعاون مع قسم العلوم السياسية في سوس في جامعة لندن للتأكيد على أن العراق هو عبارة عن شيعة وسنة وكرد وأقليات أخرى، وتحاول أن توجه البحوث بهذا الاتجاه. ومنذ ذلك الوقت كانوا يركزون على هذه المسألة، فجاءوا بها إلينا بعد الاحتلال. العراق من الناحية البشرية، أنا لا أؤمن أنه هناك من يقول فسيفساء، أي فسيفساء عندما يكون العرب 85% والمسلمين 95%. والكرد منذ تأسيس الدولة العراقية بنيت لهم حقوق وتطورت إلى أن أصبحت حكم ذاتي، وكان للتركمان وللكرد كل حقوقهم الثقافية في الإعلام، في المجمع العلمي، في الإصدارات، في غيرها. لا يوجد صراع، هذا الصراع مفتعل. ولذلك نجد، أنا يعني عندي مثل، أن انتفاضة تشرين أثبتت أنه لا يوجد، يعني تجد أن الشباب في الجنوب كلهم انتفضوا ضد هذه السلطة التي تتكلم باسم الطائفية والمذهبية، وهم من نفس المذهب. فالعراق في تقديري كشعب هو كتلة واحدة، أثبت ذلك في ثورة 20، أثبت في مسيرته وكفاحه ضد البريطانيين. يعني عندما توج الملك فيصل الأول وبدأ بناء الدولة العراقية، لم يكن هناك تفكير في مسألة السنة والشيعة وغيرها، وإنما كان هناك تفكير بوحدة وطنية. ما نقل عن الملك فيصل الأول أنه كتب أن العراق كذا وكذا، أنا لا أصدقه، لأنه أنا درست الملك فيصل الأول جيدا، وكان يتصرف مع العراق كشعب عراقي واحد. ولهذا هذه مسألة التنوع مسألة مرفوضة أساسا. لا يعني كل أمة، يعني نأخذ الأمة الفرنسية، يعني معناتها ما فيها أقليات، الأمة الألمانية ما فيها أقليات، كيف يمكن للعراق أن يكون منوعا وفيه هذا النسبة العالية من قومية معينة ومن ديانة معينة؟ التنوع موجود، ولكن ليس بهذا الحجم الذي يتحدثون عنه
ويحاولون أن يجزئوا البلد بهذا الشكل. نعم نعم، أشكرك دكتور. دكتور رافع، هناك من أيضا يتحدث أنه لم تكن هناك من عام 21 إلى 2003 أي نوع من أنواع الثقة بين المجتمع العراقي وبين كل النظم السياسية التي تعاقبت على حكم العراق، ملكية وجمهورية، وهو واحدة من أقوى الأسباب التي لم تجعل العراق دولة حديثة راسخة محصنة ثابتة غير قابلة للاهتزاز. يعني هناك دولة حديثة بمؤسسات لكنها قابلة للاهتزاز مع كل هزة تأتيها من الداخل أو الخارج بسبب عدم انعدام الثقة بين النظم السياسية والمجتمع. هذا مو حقيقي الحقيقة. نعم. أيضا هذا مو حقيقي. أولا العراق يعني موقع الجغرافي أدى إلى أن يكون تحت ضغوط. الموقع الجغرافي للعراق وحدودها الشرقية مع إيران وحدودها هذه كلها، كل حدودها بشكلها أدت إلى أن يكون، حتى أن يكون العراق جسر بين الشرق والغرب، هذا جعل العراق تحت ضغوطات كثيرة وتحت تحديات كبيرة منذ يعني فجر التاريخ لليوم. هذه حقيقة يجب أن نفهمها. ثانيا العراق إلى 82 سنة يعني لغاية 2003 لم تكن أي سلطة تستطيع أن تبني كل هذا البناء، كل هذه الجامعات، كل هذه المدارس، كل هذا البنى التحتية، كل هذه المشاريع وصلت إلى محو الأمية، القضاء على كل الأمراض المستوطنة، البدء ببناء صناعة وزراعة وإنتاج، والعراق يتبوأ مراكز كبيرة، والعراق له سمعة وأفضل جامعات بالدنيا والعالم تأتي من كل مكان. هذا لم يكن ليجري لولا هناك مد شعبي يدعم هذه الحكومات، ملكية جمهورية دعنا من هذا. نعم هناك ثورات، هناك انتفاضات، هناك أجزاء غير راضية، هناك، هذه موجودة في كل بلدان الدنيا. يعني اتيني بمثال واحد، بلد واحد بالدنيا كلها، كل شعبه ولاء لقضية واحدة، ولاء لحكومة واحدة، ماكو هيك بلد. في كل بلدان الدنيا هناك معارضة، هناك أجزاء لا تقبل، هناك أجزاء لا ترفض، وهناك غايات وأهداف كثيرة. لكن أن يصور هذا الأمر على أن الشعب رافض هذه الحكومات والحكومات مستبدة وحاكمته بالنار والحديد، هذه كذبة كبيرة. بالعكس، من عام 2003 لحد الآن الشعب محكوم بالنار والحديد والميليشيات والقتل والجندات الخارجية، هذه الحقيقة، ومحكوم بالطائفية والتشتت والغربة. ودعني أقول لك أيضا، من عام 1921 لغاية 2003 سأعطي مثالا بسيطا، ما نسبة هجرة العراقيين من العراق؟ كم نسبة هجرة العراقيين من العراق؟ لا تساوي 0.0 ما أعرف إيش قد بالمئة. يعني كنا نسمع عن بيوتات بعيدة لديها شخص من أقاربها موجود بالخارج، لا أحد يترك العراق، العراق كلهم متمسكين به وأهله موجودين به، والعوائل معروفة والناس معروفة والعشائر معروفة والنظم معروفة، والكل لا يفكر بالهجرة. الآن عندما في أي استفتاء، حتى بعد ما حضرتك الآن تحدثت بما يسمونه النظام الديمقراطي، الآن العراق واحد من أكثر دول العالم شباب يقدمون هجرة طلبات، نعم طلبات إلى الأمم المتحدة لتهجيرهم لتوطيهم بأماكن أخرى. وأكبر مثال هذا الآن الشباب العراقي اللي موجودين على حدود البيلاروسية وليتوانيا، والمشاكل الكثيرة اللي موجودة، والذين، وبالتالي هناك هجرة من عام 2003 لحد الآن أكثر من 10 ملايين عراقي. هذا ماذا يعني؟ هل يعني أن الشعب العراقي كان قابل أم كان رافض قبل 2003؟ هذه هي الحقيقة، بغض النظر عن الرؤية السياسية، التفسيرات السياسية، رأيك بهذا الحزب، وافقتك على هذا، هذه المبادئ، هذه من علاقة بها، لكن نتكلم عن مجتمع كان متجانس مع نفسه، يعني متصالح مع نفسه ومتصالح مع الآخرين ومتصالح مع حكوماته، يحترم النظام والدولة لها هيبتها وليها نظامها. بعد 2003 هذه كل هذه المبادئ مزقت، وهذه إحدى الأسباب التي جاء من أجلها الاحتلال لكي يمزقها ويدمرها، وبالتالي نصل إلى هذه النتيجة التي وصلنا إليها اليوم. صارت الناس بعد 2003 أن الناس في الأسواق تذبح بالسكاكين على رؤوس الأشهاد. دكتور ثامر العلواني، طبعا دكتور الأدهمي مجاهز ويانا، مو مجاهز دكتور، بعد
بعد المئة عام الآن العراق في قبضة الاحتلال، في قبضة العملية السياسية، في الميليشيات، على ما تعتقد المراهنة لكي يبقى العراق موحداً واحداً، لكي لا يذهب إلى الهباء، على ما المراهنة؟ حقيقة عندما ننظر إلى الأدوات التي يستخدمها الاحتلال وأدوات الاحتلال في تدمير العراق، يمكن أن نفهم ما هي الوسائل التي يمكن للشعب العراقي أن يجابي هذه الوسائل كي نخرج من مسألة تدمير العراق. الاحتلال وأدواته، سواء كلها الميليشيات والأحزاب الطائفية وحتى الحكومات في العراق، هي تعتمد على عنصر أساسي في إدامة تدمير العراق وإدامة سلطة هذه الأحزاب وهذه الميليشيات من خلال الطائفية في العراق. وأيضا أضيف إليها الآن عامل جديد قديم، الذي هو تسلط الميليشيات على العراق وبسط نفوذها على الأراضي العراقية كخيار ثاني، خوفا من إسقاط العملية السياسية، كي تكون هذه البديل للعملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأمريكي ورسخها الاحتلال الإيراني. فإذا لدينا لدى الشعب العراقي خياران مهمان. الأول هو عدم الانجرار إلى الفتن الطائفية أو الوسائل الوسائل الخبيثة التي يسعى إليها الحكومات والأحزاب، وهو الوقوف ضد الطائفية وإشاعة مفهوم المواطنة. والأمر الآخر، يجب إنهاء ملف الميليشيات بالكامل. شكرا دكتور محمد مضفر أدهم، عندنا دقيقتين بس. هل تعتقد أن العراق سيقوى على أن يبقى كيانا سياسيا واحدا برغبة الشعب العراقي، برغم الضغط الخارجي الممثل بالاحتلال، برغم كل هذا الخراب الموجود في العراق، سيقوى ويبقى استناداً لهذه المعطيات التاريخية اللي تفضلت بها جنابك الكريم مع بقية الأساتذة؟ أخي العزيز أستاذ ماجد، نعم، العراق هذه ليست أول مرة يعيش هذه الحالة المتردية. نعم، عاشها في زمن هولاكو، نعم، وعاشها في زمن تيمور لنك، وعاشها في زمن عباس الصفوي، وعاشها في زمن نادر شاه، وعاشها في زمن كريم خان الزند، وعاشها في عدة مراحل جاء فيها الغزاة من الشرق، وبالذات من هضبة بلاد فارس ودمروا بغداد ودمروا مدن العراق الرئيسة. ومع ذلك نهض العراق كالعنقاء من جديد. فهذا التدمير الذي نشهده اليوم وهذا التفكيك للنسيج الاجتماعي، نعم، لن يدوم، لأنه طارئ، لأنه ليس من صلب اهتمامات الشعب العراقي وتوجهاته وتفكيره. هذه اتجاهات أحزاب سياسية وكتل ذات مصالح تريد أن تمزق البلد خدمة لمصالحها وخدمة للأجنبي، ويأتي في مقدمتها النظام في إيران، ثم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. هناك دراسة عزيزي اسمها حلف المصالح المشتركة فارسي، سواء في جامعة جون هوب، يتحدث عن هذا التحالف الثلاثي الذي يختلف أيديولوجيا لكنه يتفق استراتيجيا في تفتيت المنطقة ومنها العراق. هذا عن محاولة التفتيت لا تنفع مع الشعب العراقي. يعني أنا عن ثقة أتكلم، نعم، وليس بحماسة. نعم، من الضروري أن تكون هناك لا مركزية، من الضروري أن يكون هناك حكم ذاتي، وهذا ما نفذ قبل الاحتلال. أما أن تستمر الحالة بهذا الشكل فلا أعتقدها. شكرا للدكتور محمد مظفر الأدهمي الأكاديمي والمؤرخ العراقي، وشكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. كانوا ضيوف حلقة هذه الليلة من طاولة حوار التي بحثت في المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية الحديثة. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.